على مسألة الغياب، وأنت تحكي عن الغياب الآن، أحمد مصبيح بعد 7 سنوات من العمل في الرابطة يغيب عنها، وثلاثين سنة تقريبا في العمل الرياضي أو في الإعلام الرياضي، يعني هذا الغياب، خلني أقول إذا قلت الأسباب، شو الأسباب اللي يعني أدت إلى غياب أحمد مصبيح عن الرابطة؟ والله يا أستاذ عبد الرحمن، طبعا هي سنة الحياة، ولكن الأسباب أنا إلى 2 يناير والأمور طبيعية، لا عندي أي خبر أو تلميح، أموره ماشية إعلاميا. فوجئت من بعد انتهاء 4 العصر وأنا في البيت باتصال من الأخ عبد العزيز اللي هو مدير التنفيذي، وهذه غردت فيها يعني ما في سر. وقال لي يقول لك الأخ عادل ما نحتاج أحمد صبيح في المرحلة المقبلة. يعني هذه نهاية مؤسفة فيها قل احترام ووفاء وتقدير. أنت رئيس الرابطة ورئيس الاتحاد، اجلس معي، ما جلس معي أبدا، ما سمع مني، ما يعني قل لي وش توجهك، يسلم عليك فلان يقول لك كذا، ولا يكلمني، لاحظ، ولا يكلمني اللي ما عندي شيء، يبغاني أنا أثير الشكوك من اللي شالني واللي كذا. يا أخي أنت يا سيد عبد العزة تحترم من هو أحمد صبيح، مو أحمد صبيح الشخص، يقول لا يكلمني ترى ما عندي له شيء. يا اخي جلسنا مع اصحاب سمو، مع وزراء، مع مسؤولين، احترام لعادل عزت. انا اقول لعادل عزت، وانا لحظه انفعال ودي انك ما طرحت هالسؤال، انه سنويا اسره المصابيح تحتفل باليوم الوطني مختلفين عن الناس، لانه يذكر اسم جدي محمد المصابيح اللي تعلم مؤسس هذا البلاد القران الكريم على يده، وهذا شيء نفتخر فيه. انا اعلم عادل عزت من هو احمد المصابيح، وافخر ولا زلت متفائل برده فعل معالي الاستاذ تركي آل الشيخ. مو انا ابحث عن منصب، أنا والله الحمد عشت مناصب ومدير تحرير جريدة الرياض، ولكن النهاية المؤسفة، ولا عامل استراحة تقول قل له لا يجي بكرة أو قل له انتهى موضوعك. يا رجل والله ما تصير هذه، يعني هذه أقل درجات الوفاء، خطاب شكر تخبرني قبلها بشهر بشهرين. أنا معاك، أنا أصلا حسيت من اجتماع الرابطة اللي هو رشح فيه أو نصب سلام وبارد، وكأني أشتغل في مؤسسة الخاصة. يا رجل اسال عبد العزيز، اسال فلان، ايش في الرجل؟ ابدا. يا اخي اذا يخاطرك شيء، الامور هي بشخصيه، انت تعامل معي بعمل، قيمني، اسمع مني، اذا انا مخطئ قومني، اذا انا غير صالح قل لي بعد شهرين احمد شوف لك طريق، هذه سنه الحياه. لكنك تقلل مني وتقول قل له، يا اخي ما صارت، لا يرضاها يعني القياده لا ترضاها بشكل عام. خلينا في تركي آل الشيخ، استاذ تركي آل الشيخ ما يمكن يرضى، لانه مكالمته او رده فعله في تويتر على الاستاذ خالد الحسين ومكالمه رجل الله السلام الرجل الوفي النبيل اللي يقيم الرجال، صراحه زالت كل التعب والالم. فعلا دخلت شكوك، وش القصه؟ ليش بهالطريقه؟ ما يمكن يشال ولا خادم، ما بالك واحد خدم الوطن في المجال الرياضي 30 سنة يقال قل له لا خلاص استغنينا عنه. يا اخي انا لي حقوق، لي التزامات، لي ارتباطات، عندي عائله، عندي مجتمعي، بطلع لاهلي اقول لهم والله خلاص انتهى موضوعي. لا يا اخي، في احترام، اقل درجات الاحترام انك تجلس معي تسمع مني وقل له يا عبد العزيز لا يدق علي. هذه اخذت وشربت معي كثير، قلت الرجل كلام هذا، ما في يعني ما في جراه اني اتكلم الان، لا كل كلام وصلت له هو يعتبر اب الاعلاميين الان، هو رجل اعلام، رجل نبيل وتفهم، قال لا يمكن معالي الشيخ تركي يرضى باللي صار. فانا ابغى رد اعتبار فقط، ام عمل في منظومه عادل عزت، والله لو رزقي عليه ما يمكن، ما يمكن شيء، يعني تحس بحرقه 3 أيام عشتها الله يعلم بها. ما هي قضيه، قلت لك انا مؤمن بسنه الحياه، لكن النهايه مؤسفه، مؤسفه عند يعني ما يرضاها. يا اخي ماني عدو لك، عندك توجهات بتنشئ شركه بتسوي، الله يوفقك، بس انا ولد المنظومه الرياضيه، ولد الرياضه، قل خلاص يا احمد انا عندي توجه، ابى ادمج، ابى ازين. انت تقصد كاتصال منه شخصيه؟ اتصال يقول لي لا يتصل. يا رجل يا اخي يوم الايام اذكره، ترى انا كنت مستشار مع مجموعه زملاء للامير راح فيصل بن فهد اللي هو باني الرياضه السعوديه. من انت عادل عزت ما تتصل ولا ما تتصل عليك؟ لا بس ما ودي انك قلت من انت، انا اعرف انك احمد، لانه في لحظه غضب، عفوا عبد الرحمن، حتى لو كنت يعني اذا ما ودي انك تروح على، شوف انا احترم، انا لا اسات له ولا اشتمت ولا شيء. من هو عادل عزت رئيس اتحاد كره القدم ما يتكلم مع احمد صبيح؟ يا اخي كنا نجلس مع مسؤولين وناس تحترمك. يا اخي الاستاذ تركي آل الشيخ فجر اليوم اللي بعده رد على خالد الحسين، دليل انه قلق من الموضوع، وهو معالي ووزير ويهتم، يهتم يهتم. ما انت عادل عزت، لما اقول انت عادل عزت لا، انت كشخص احترمك وابن اسره وعلى راسي، بس احترمني، اعطني وضعي. النهايه لو ما رحت السنه وروح السنه اللي بعدها اللي بعدها، هي سنه الحياه. نعم. بس الاحترام، كيف انا اواجه مجتمعي واهلي وربعي واصدقائي؟ استجداء اللي يرسل لي رسائل واللي وتويتر شعله ان شاء الله
لا يا أخي أنا ما ماني بحاجة لعطف ولا استجداء، أنا بحاجة فقط لاحترام.